تشهد مختلف الصالات الرياضية المغلقة داخل مدينة بن وليد إقبالا كبيرا من فئة الشباب خلال فترة الصيف بهدف ممارسة الرياضة والاستمتاع بأوقات الفراغ، حيث تقدم صالة بناء الأجسام عروضا متنوعة لاستقطاب الشباب، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا في استغلال الطاقات الشبابية بما ينفعهم من ممارسة الرياضة بدلا من هدر الطاقات في أمور أخرى لا تنفع. مسيرتي الرياضية هي بدأت في 2006، وأول مشاركة لي في 2009 اللي هي بطولة القوة البدنية في مصنع طبخ بطرابلس، تحصلت على الترتيب الأول ناشئين وكبار، وتم بطولة كمال الأجسام اللي هي في مسرح شوقي في مدينة طرابلس حتى تحصلت على الترتيب السادس، وفي 2013 حتى تحصلت على بطولة القوة البدنية في. ومن أبرز هذه الصالات صالة أبناء السلطان التي تأسست سنة 2004 تحت إشراف البطل عادل سلطان، حيث شاركت باسم نادي القادسية بن وليد في عدة بطولات محلية ودولية وتحصلت على التراتيب الأولى. شاركنا في عدة بطولات دولية وداخلية، والحمد لله تحصلنا عليها في التراتيب الأولى في طرابلس وفي مصراتة وفي بنغازي، والحمد لله موفرين للمشتركين جميع الآلات الرياضية والمكملات الغذائية تحت إشراف الأستاذ عادل سلطان. وتوفر هذه الصالة جميع الإمكانيات للمشتركين من ناحية الآلات الرياضية والمكملات الغذائية. وقال مشرف صالة حمزة بوليبيار أن الصالة وخاصة في بن وليد في تطور مستمر، وبها معدات بمواصفات عالمية مما يتيح للراغبين في ممارسة الرياضة البرح المناسب وفي أي توقيت يناسبهم.